اهلا بحضراتكم مره تانية. دلوقتي جه ميعادنا مع الاحداث اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، واللي منها مجلس امناء الحوار الوطني هيعمل اجتماع الساعه 1 الظهر، وده للانتهاء من جدول اعمال لجان المحور الاقتصادي والاجتماعي واستعراض الاسماء المرشحه للمشاركه في هذا الحوار. كمان النهارده هيتم فتح ابواب المتاحف والمواقع الاثريه للزياره مجانا، وده بمناسبه مرور 100 سنه على اكتشاف مقبره الملك توت عنخ امون. ايضا دار الافتاء المصريه هتستطلع هلال شهر جمادي الاول لعام 1444 هجريه. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فمجلس أمناء الحوار الوطني هيعمل اجتماع الساعة 1 الظهر للانتهاء من جدول أعمال لجان المحور الاقتصادي والاجتماعي واستعراض الأسماء المرشحة للمشاركة في الحوار. النهاردة المجلس الأعلى للأثار هيفتح أبواب المتاحف والمواقع الأثرية للزيارة أمام المصريين والعرب والأفارقة والأجانب المقيمين مجاناً بكافة أنحاء الجمهورية، وده على هامش الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون. النهاردة هتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر جمادى الأولى لعام 1444 هجرية، وهيتم إعلان نتيجة الرؤية بعد صلاة المغرب بحوالي نصف ساعة. لعشاء كأس العالم النهاردة موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار اليوم الرابع للبطولة في افتتاح دور المجموعات للمجموعة الخامسة والسادسة. هيلتقي منتخب المغرب مع منتخب كرواتيا الساعة 12 الظهر، ومنتخب ألمانيا مع منتخب اليابان الساعة 3 العصر، ومنتخب أسبانيا مع منتخب كوستاريكا الساعة 6، ومنتخب كندا مع منتخب بلجيكا الساعة 9 بالليل.